مرحب بحضراتكم مرة تانية. طبعا تابعنا الجولة الهامة اللي قام بها رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في مصانع العشر من رمضان وأيضا العبور الجديدة. حقيقة ليه تصريحات هامة جدا عقب هذه الجولة، اتكلم فيها كمان عن فرص مهمة للاستثمار وكشف عن خطة لدعم الصادرات وتشجيع القطاع الخاص. صحيح يا جمانة، ورئيس الوزراء أيضا اتكلم على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية وعلى تحسين بيئة العمل من خلال ما يعرف بالرخص الذهبية اللي بتعطيها للمستثمرين من خلال آليات متعددة وأشكال مختلفة لجذب الاستثمار للسوق المصري. الحقيقة أن تصريحات الدكتور مدبولي كان فيها معلومات كتيرة جدا، وكان فيها معلومات محتاجين نحللها بشكل أكثر علشان نعرف ما هي الرخص الذهبية، ما هي فرص الاستثمار المتاحة في مصر، إزاي الدولة المصرية بتسهل كل هذه الأمور إلى المستثمرين. النهاردة معنا الدكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، نتكلم معاه في كل هذه التفاصيل ومنورة النهاردة في استوديو صباح الخير. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا بيك يا دكتور. قبل ما نتكلم عن تفاصيل حديث طبعا دكتور مصطفى مدبولي، خلينا نعرف بشكل عام كده قراءتك لحديث وتصريحات دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. بشكل عام شايف أهم النقاط اللي استوقفتك إيه في حديثه؟ خلينا نضع أساس في كلامنا في البداية ونأكد على أن الاقتصاد المصري بطبيعته هو اقتصاد قوي كبير متنوع راسخ في كل أحواله. يعني أنا عايز أقول قرون، مئات السنوات مرت والاقتصاد المصري قادر. الاقتصاد المصري هو الأكثر تنوعا في المنطقة، لا يعتمد على قطاع بعينه، لا يعتمد على سياحة فقط أو بترول فقط أو معادن أو ثروة معدنية فقط. هذا التنوع الذي يكسب الاقتصاد المصري قوة تجعله قادرا على الصمود. يجب أن نثق في مكونات الاقتصاد وفي هيكل الاقتصاد وفي قدرته على الصمود بطبيعته، ولكن هذا الصمود وهذا الثقل يجعل التعامل مع الاقتصاد تعامل مع كائن ثقيل. الاقتصاد المصري اقتصاد ثقيل بيحتاج إلى جهود لتحريكه، وفي نفس الوقت من ضمن ضماناته إن هو ثقيل في التراجع في حد ذاته. الدولة المصرية ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي بتدفع هذا الاقتصاد إلى الأمام، ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 في قطع شوط كبير جدا من أشواط التنمية. هذا الاقتصاد الذي انطلق انطلاقة كبيرة واجهته تحديات في تداعيات كورونا، نجح في اجتيازها بنسبة 100% دون أن يشعر بها المواطن. ثم أتت تداعيات الحرب الأوكرانية التي لا نريد أن نقصرها على الحرب الأوكرانية، ولكنها واكبت حالة اضطراب اقتصادي عالمي كبير جدا. هذا الاضطراب الاقتصادي ومخاض نظام اقتصادي عالمي جديد متوقع تأثرت بها الاقتصادات كل بحجمه، أما وإن الاقتصاد المصري بحجمه كبير فتأثر بصورة أكثر تنوعا. الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة من أجل ذلك، وكان مهم جدا ما يقوم به رئيس مجلس الوزراء من آن لآخر وآخرها تصريحاته الأخيرة، إطلاع المواطن على ما تقوم به الحكومة من أجل التعامل مع المتغيرات المتسارعة عالميا ومحليا. فكرة تطمين المواطن أن المواطن يعلم بمنتهى الشفافية ما قامت به حكومته وما ستقوم به في المستقبل، ماذا تقوم به في كل قطاع. هذا الحديث الذي تناول معظم المحاور الاقتصادية أتصور أنه رسالة طمأنة للمواطن المصري، رسالة شفافية إلى المستثمر في الداخل والخارج بما قامت به الحكومة المصرية وبما ستقوم به في الفترة القادمة، وهذا الأمر أمر جيد ويكون له مردود جيد بصفة عامة. طيب كان في كلام من رئيس الوزراء بشكل مباشر وصريح عن حل مشاكل المستثمرين، عايزين نعرف إيه المستثمرين كانوا بيشتكوا من إيه، الدولة المصرية بتشتغل على هذا الملف إزاي، هنحل هذه المشاكل إزاي علشان نقدر نوصل لصيغة معينة نقدر نتكلم بها عن هذا الأمر. عملية الاستثمار هي عملية مستمرة، ولما بنيجي نتكلم عن مشاكل المستثمرين أو رعاية الدولة لمشاكل المستثمرين والتصدي إلى حلها، يجب أن نعلم أن هذا الأمر سيظل مستمرا. الدولة المصرية بدأت من أجل المستثمرين في صناعة بنية تحتية وفي الخراط في اتفاقات اقتصادية عالمية من أجل نفاذ الصادرات وفي تقديم حوافز كثيرة ومتنوعة.
للمستثمرين، كان هناك ملف المصانع المتعثرة اللي كانت أغلقت فترات الاضطراب السياسي وتم الانتهاء منه، كان هناك مبادرات تمويلية نجحت في تحفيز هذا القطاع. هذا يعني انا عايز اقول ان الاستثمار في مصر لا يبدا من الصفر، لدينا بالفعل نجاحات كبيره ومشروعات كبيره جدا موجوده في الاقتصاد المصري، ولكن في هذه المرحله على وجه التحديد التي تستهدف فيها الدوله المصريه زياده نشاط القطاع الخاص ليصل الى نحو 65% من حجم النشاط الاقتصادي، المساله لا تقتصر على حل مشاكل المستثمرين ولكنها تحتاج الى تحفيز المستثمرين لزيادة حجم نشاطهم بصورة كبيرة جدا. ده علشان أحفز المستثمر المحلي وأجذب مستثمر أجنبي لابد أن يكون هناك تواصل ما بين الحكومة وما بين المستثمرين. هذا التواصل بنراه في المؤتمرات، بنراه في الحوارات، كان في المؤتمر الاقتصادي، بنراه في اللقاءات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء وقبل كده كان محافظ البنك المركزي مع المستثمرين، ثم نتابع الزيارات الميدانية اللي بيقوم بها رئيس مجلس الوزراء بالوصول إلى المستثمرين زي ما تابعنا وجوده في العشر من رمضان وفي العبور بحيث يكون قريب من هذا الأمر. التعامل مع مشكلات المستثمرين بيتم عن طريق مجموعة من الجهات على مستوياتها. أتصور أن يعني عايزين نقول أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه هو الراعي الأكبر لعملية الاستثمار في مصر. يعني الكبار المستثمرين، ومش عايز أقول بس الكبار، احنا بنتابع الرئيس وهو موجود في معرض تراثنا اللي بيشجع فيه صغار المستثمرين، صغار المستثمرين الرئيس بنفسه بيكون موجود. فبتوجهات السيد الرئيس بيكون هناك رعاية للمستثمرين الكبار والمتوسطين وحتى الصناعات الحرفية والتراثية. هذا الأمر هل ده معناه أن المشاكل هتنتهي؟ المشاكل ما بتنتهيش، ولكن عملية الاستثمار عملية متجددة وسريعة، لابد أن تكون الحكومة ذات فكر استباقي وأسرع. يعني أنا كنت فرحان جدا امبارح لما رئيس مجلس الوزراء قال إحنا كنا في ملف الطروحات، لما بنعلن عن شركة معينة فده بيضر بالمركز التفاوضي يعني للحكومة عندما تتفاوض مع مستثمرين بشأن الاستثمار في هذه الشركة. الأمر اللي دفع إلى أن يكون عمليات التفاوض عمليات بعيدة عن الإعلان، وده للمصلحة العامة، وأن ما واجه ملف الطروحات من صعوبات في الفترة الماضية هو عالجه بأنه أنشأ وحدة لمتابعة وتنسيق عملية الطروحات في مجلس الوزراء، وتعيين في الفترة القادمة تعيين مستشار متخصص لذلك، لأن هذه العملية هي عملية متشعبة جدا فيها متغيرات كثيرة جدا. القضية ما بقتش قضية أفكار، القضية قضية تنفيذ، متى يصدر القرار وبماذا يصدر القرار. فالقرار له توقيت يكون فيه جيد وله توقيت يكون فيه غير جيد. فعملية التسارع وعملية التوائم مع المتغيرات والتعامل مع سوق متغير وقراءة سلوك المستثمر وقراءة سلوك السوق، هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق سريع. رئيس مجلس الوزراء أنشأ من خلاله هذه الوحدة وسيعين مستشارا من أجل ذلك، وأتصور أن هذا النموذج نموذج مهم جدا، لأن لما رئيس مجلس الوزراء يعني قام بذلك أتصور أنها رسالة أيضا في الوزارات في بعض الملفات اللي بتحتاج تعامل سريع، محتاجين فعلا من الوزارات تراجع إنجازاتها خلال الفترة اللي فاتت، والإنجازات موجودة، ولكن لو كان هناك في ملف محتاج تنسيق أو محتاج وحدة خاصة أو محتاج تطوير أداء لابد من التعامل معه على نفس النموذج اللي ضرب به المثل رئيس مجلس الوزراء في تعامله مع ملف الطروحات وما أعلنه بشأنها بالأمس. طيب دكتور وليد، الحقيقة أنا بشكرك على يعني شرحك المستفيد عن فكرة أو استراتيجية الدولة المصرية لجذب المستثمرين إن كان الأجانب أو حتى تحفيز المستثمرين المصريين، لكن برضو مهم إن احنا نوضح للسادة المشاهدين إيه آليات بقى تنفيذ هذا الفكر على أرض الواقع. حضرتك كلمت عن ملف الطروحات على سبيل المثال، في أيضا ملفات أخرى زي على سبيل المثال الرخصة الذهبية، من ضمن المشاكل أيضا اللي تحدث عنها دكتور مصطفى مدبولي فكرة التوجه لأي جهة. يعني أنا مستثمر إن كان أجنبي أو مصري عندي مشكلة أروح لمين؟ كان الحقيقة بيقابلنا مشكلة وهي البيروقراطية، فكرة تبطيء كل تبطيء وتيرة التعامل حتى في المصالح الحكومية، فكرة التوجه لعدة منافذ لاستخراج أوراق لمشروع بعينه
احنا المشكله دي كانت عندنا وبالفعل الدوله المصريه لقت ليها حل. عايزين نشرح النقاط دي. اقول لك الحل واقول لك التحديات اللي جايه. الدوله لما تعاملت مع ملف الاستثمار بدات على كل المستويات. هناك استثمارات كبيره متعلقه بالشراكه مع الدوله بنشوف فيها كبار الـ يعني رؤساء حكومات موجودين. احنا موجود في مصر رئيس الوزراء الياباني ومعه مجموعه من المستثمرين اليابانيين على اعلى مستوى. قبل بالامس كان موجود المستشار النمساوي. وديا هذه الزيارات على فكره يعني انا ببقى فرحان جدا بهذه الدول الكبرى لما بتيجي في مصر. اصل بعض على السوشيال ميديا البعض بيتحدثوا احاديث يعني انتوا بتتكلموا في ايه عن الاقتصاد ده، انت ده كبار الدول في العالم بتبقى موجوده عندنا وبتتطلع الى شراكتنا الاقتصاديه. فالمستثمر الكبير بيقدر يوصل للقياده السياسيه، بيقدر يوصل لرئيس مجلس الوزراء والتعامل بيكون مباشر. نيجي بعد كده في الدرجات الاقل، احنا بنتابع مجهود كبير جدا لهيئه الاستثمار، بنتابع مجهود كبير جدا لجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي بيقدم من خلاله الافكار ودراسات الجدوى والتدريب والتمويل والكثير من هذه الامور. يعني هناك لما بقول ان كان في مبادره ب 200 مليار تم استنفاذهم بالكامل في مشروعات موجوده بالفعل وتم تجديدها ولا زالت موجود. تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه بفائده بسيطه جدا 5% و7%، ده حاجه كويسه جدا. لكن هي ده ما ينكرش ان احنا نتطلع الى المزيد. انا كمواطن طموحي كبير جدا. الحكومه طبعا اللي علمنا الطموح واللي يعني اشبعنا بالطموح السيد الرئيس، طموح السيد الرئيس طموح كبير جدا، طموح ال 100 مليار دولار صادرات، طموح الانتاج. هذا الطموح الكبير بيدفعنا الى ان احنا لازلنا الطموح يلزمه عمل يعني. طيب خليني اتطرق على سبيل المثال لفكره او ملف الرخصه الذهبيه. ايه هي الرخصه الذهبيه؟ الرخصه الذهبيه طبعا انا عندي المستثمر الكبير بيكون عنده مشكلتين. المشكلة الأولى هو بيكون دايما فرحان جدا أنه يلاقي مشروع جاهز من غير رخص ومن غير إنشاءات ومن غير مباني، يدخل يشتري ويبدأ يشتغل ويكسب ويتعامل. وده بيغطيه ملف الطروحات للمستثمر اللي عايز يشتغل من أول يوم، ياخد مشروع جاهز ويشتغل. ودي الغالبية العظمى للمستثمرين. بيجي بعد كده المستثمرين خصوصا في المشروعات الجديدة الضخمة الجديدة، المشروعات الطاقة المتجددة، مشروعات الهيدروجين الأخضر، مشروعات ودي اللي فيها الاستثمارات الحقيقية اللي بتيجي عليها الاستثمارات فعلا. بيجي احنا لما بنتكلم عن 15 رخصة ذهبية صدرت دي بأرقام كبيرة جدا. لكن المستثمر ده علشان يجي يبدأ يطلع إجراءات تراخيص للبناء، تراخيص للأمن الصناعي. بالظبط، دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بالظبط، عشرات من التراخيص لما الدولة بتوفر له بأنه يتقدم بطلب بالمشروع الخاص به ويحصل على رخصة ذهبية تكون رخصة شاملة كافة التراخيص التي يحتاجها في رخصة واحدة. طبعا ده شيء مهم جدا لأنه بيقطع على المستثمر وقت طويل. الوقت في الاستثمار مهم جدا، الوقت لانه النهارده المشروع لما بنتهي من تراخيص كان من الممكن تستغرق شهور، تستغرق لتصل ان احنا ننتهي منها خلال اسابيع. ده شيء طبعا كويس جدا. في 15 يقال تايم از ماني، الوقت يساوي فلوس. اكيد 15 رخصه بالفعل صدرت، في 45 طلب لتراخيص ذهبيه جاري هيصدروا تباعا. التقدم لهذا الامر انا ببقى فرحان لما بيكون الدوله تقدم مبادره زي مبادره الرخصه الذهبيه اللي الرئيس يعني اكد عليها ووجه بتنفيذها بعد المؤتمر الاقتصادي. صحيح. وكان نتائجها كده. ده شيء طبعا مبادره ناجحه جدا. بينما لدينا مبادرات تحتاج الى تطوير زي مبادره سيارات العاملين بالخارج. فكره العمل، لان احنا دايما محتاجين ان احنا نعظم من الاشياء اللي بننجح فيها وبنطور من ادائنا. وده طبيعه عمليه العمل الاقتصادي والعمل في مجال الاستثمار. صحيح. لابد ان يظل مستمرا. طيب احنا بنتكلم على ملف الصادرات مثلا. امبارح كان في حديث ربما كان هو العنوان او المانشيت اللي خدته كل الصحف، ان في صندوق لدعم الصادرات بقيمه 30 مليار جنيه. الناس كلها بتقول الحل يا جماعه في قصه العمله الصعبه هي الصناعه. بتقول ان كل التجارب اللي قالت في التاريخ الصين بقت الصين ليه
ورغم ان اسيا كلها بتتكلم في السوفت وير علشان عندها الصناعه، عندها الايد العامله، ومصر هي يعني هي الصين العربيه الشعبيه، 100 مليون وسط دول اكتر دوله فيها 30 40 مليون. فازاي نعمل ده؟ ايه اللي ناقصنا في ده؟ الصندوق ده هيقدر يساعد؟ هنقدر نوصل لحاجه يا دكتور؟ هو دعم الصادرات دعم موجود منذ فتره طويله، وده مخصصات بتخصصها وزارة المالية للمصدرين علشان تشجعهم وتخفف من عندهم الأعباء التصديرية بحيث أنها تساعدهم على التصدير. ولكن هذا الأمر كان فيه مشاكل متعلقة بأن كان بيبقى ليهم مستحقات، والمستحقات دي كانت بتتأخر لفترات طويلة، وكان المخصصات اللي موجودة ليهم كانت مخصصات غير كافية. لما بنزود دعم الصادرات ده معناه زيادة الصادرات نفسها، فرغم صعوبة الظرف العالمي ورغم التحديات اللي موجودة إلا أن الموازنة القادمة رصدت مخصصات تصل إلى 30 مليار جنيه لدعم المصدرين ولتحمل الأعباء التصديرية عنهم. هذه المخصصات مبدئيا بتتيح للحكومة بقى أن هي تتحرك، أن هي تشجع المستثمرين والمصدرين على العمل وعلى زيادة نشاطهم، ودي بتنعكس. هتشجعهم إزاي؟ ما احنا عندنا مبادرات سابقة، إيه اللي هيختلف في هذه المبادرة عما سبقها؟ المبادرة دي تحديدا الوزارة بدأت، وزارة المالية بدأت تطور بحيث تكون هذه المبادرة مبادرة مميكنة، تكون الإجراءات الخاصة بها إجراءات سريعة، أن المصدر يحصل على مستحقاته خلال 3 أشهر على الأكثر كحد أقصى، بحيث ما تتأخرش عن دورة رأس المال في الفترة، في هذه الفترة. ده شيء كويس جدا، وطبعا يعني هناك تواصل ما بين الحكومة وما بين المجالس التصديرية من أجل التفاهم حول آليات التطبيق والتصدي لسمة عقبات متعلقة بتطبيق مثل هذه المبادرة. دكتور إدمن، أهم قطاعات اللي بتعتبر مصدر للعملة الصعبة في مصر هو قطاع الزراعة، من أهم القطاعات الحقيقة، وبيساهم بصادرات عظيمة، لكن برضو على جانب آخر استهلاكنا كبير جدا مثلا من القمح، وبنستورده بكميه كبيره جدا. لغايه ما تدخلت الدوله وتعاملت مع هذه النقطه تحديدا وهذا الملف تحديدا، لو هنتكلم عن قطاع الزراعه وهنتكلم عن فكره القمح ودعم المزارعين الفلاحين اللي بيزرعوا القمح بشكل خاص، شايف الدوله قدمت لهم ايه ولسه محتاجين ايه؟ خلينا، انا عايز اتكلم في القمح تحديدا. نرجع في نفس هذا الوقت من العام الماضي لما كان بيثار الشكوك على السوشيال ميديا ان احنا مش هنلاقي قمح ناكل بعد الحرب الاوكرانيه اللي بدات في فبراير. العالم كله الحقيقه كانوا بيقولوا ما احنا هنجيب قمح منين؟ فتجاوزنا مثل هذه الامور، القمح متوافر، ومش القمح بس، كل انواع السلع الاستراتيجيه والاساسيه وغير الاساسيه عندنا توافر كامل. وتجاوزنا الاشاعات اللي كانت بتقول احنا القمح هينتهي ومش هنلاقي قمح علشان ناكله، بمشروع عندنا مشروعات الصوامع، عندنا رصيد، عندنا إدارة للمخزون بصورة جيدة. ولكن مهم جدا في ملف القمح جزء بس مش بس متعلق بالتوافر، متعلق بدعم هذا الفلاح بالزبط. لأن الفلاح المصري بيتحمل مسؤولية كبيرة جدا، والدولة مهتمة أن الفلاح يربح من زراعته وأن يكون قادر على الاستمرارية. محصول القمح ده محصول مهم جدا. الفلاح النهاردة الدولة بترفع الحافز المتعلق بتوريد القمح بحيث ان يكون الفلاح رابح من هذه الزراعه، مما يؤدي الى تشجيعه على الاستمرار في الزراعه، تشجيعه على توريد هذا القمح للزراعه. المخصصات بتبدا وبدا رصدها، الحافز تم رفعه، مطلوب طبعا من الفلاح ان هو يكون اكثر تعاونا في مجال التوريد، بحيث ان هو ده هيسهل له الامر بعد كده في ان هو اللي هيحصل على رغيف الخبز. وده زي ما اعلن رئيس مجلس الوزراء ان رغم ان الحكومه بتشتري القمح باسعار اعلى، ورغم ان هي ان الا انها بتقدم رغيف الخبز المدعم بنفس السعر. فهذا تحمل بتتحمل في موازنة الدولة الفرق من أجل دعم الفلاح. لكن طبعا هو يعني الأمور فيها تفاصيل طبعا لازم بيتم مراعاتها بحيث صحيح. يتم التعامل مع هذا الأمر من خلال قراءة سلوك الفلاح نفسه للتنفيذ على أرض الواقع بصورة صحيحة. صحيح. على أي حال يعني
مش هلاقي ختام يعني اختم بيه افضل من تصريح اللي قاله دكتور محمد معيط وزير الماليه لما قال ان احنا كان عندنا ازمه في 2018 وتجاوزناها، كان عندنا ازمه في كورونا والناس كلها قالت ان مصر مش هتتجاوزها وتجاوزناها، وان شاء الله هنتجاوز ازمه الحرب الروسيه. انا عايز اكد بس على حاجه قبل ما اختم، مصر لم تتخلف في سداد ديونها، سداد ديونها ابدا. صحيح ابدا، ولن تتخلف عن ذلك، والاقتصاد المصري قادر على سداد التزاماته بصورة دورية وفي مواعيدها من أكفأ الإدارات اللي موجودة عندنا في مصر، إدارة الدين في وزارة المالية وإدارة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي. صحيح، شكرا لك دكتور وليد. الدكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي بنشكرك شكرا جزيلا، ونأكد أن ربما البرامج الاقتصادية المؤهلة واللي بتشجع كل المستثمرين ما زالت مستمرة. كان امبارح في مؤتمر صحفي للدكتور مصطفى مدبولي تابعنا تفاصيله وحللنا كل ما جاء فيه من أجل الرد على كل ما يثار أو يقال، والتأكيد على أن الدولة المصرية ما زالت بتدعم برامج الصادرات، ما زالت بترحب بالمستثمرين الجدد. ناس بتتهم الحكومة أنها بتحتكر المشاريع، كل يوم الحكومة المصرية بتؤكد أن هذا الأمر غير صحيح، وبتزداد مساحة القطاع الخاص في المشاريع أكتر من الحكومة. فإحنا عندنا كلام على الأرض أكتر ما يقال على السوشيال ميديا، ريت نشوف أرض الواقع ونشوف ما حدث على ما يحدث على صعيد الاقتصاد المصري. شكرا لك مرة تانية يا دكتور. شكرا جدا. شكرا جزيلا.